الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا من فضلك علما وتعليما، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس إن شاء الله تعالى من بيان الكتاب المسمى شرح معاني الآثار المختلفة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحكام للإمام الحافظ الحجة الثبتي أبي جعفر الطحاوي المصري رضي الله تعالى عنه. قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم في الدنيا والآخرة آمين: باب الوضوء للصلاة مرة مرة وثلاثا ثلاثا. أي هذا باب جمع فيه رضي الله تعالى عنه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تدل على عدد مرات الغسل في الوضوء، من حيث كونه مرة مرة أو اثنتين اثنتين أو ثلاثة ثلاثة. فجمع رضي الله تعالى عنه من الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على عدد مرات الغسل المسنون في الوضوء. قال: حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا علقمة بن خالد أو خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه أنه توضأ ثلاثا ثم قال: هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي تلوناه يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ فيغسل كل عضو من أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا، فيقول مولانا علي رضي الله عنه توضأ أنه توضأ ثلاثا يعني سيدنا علي، ثم قال: هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا صفة طهور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ناحية ما يتعلق بعدد مرات غسل كل عضو. قال: حدثنا حسين قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي حية الوادعي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله، أي مثل الحديث السابق أنه توضأ فغسل كل عضو ثلاثا ثلاثا. قال: حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي بن الجعد قال أنبأنا ابن ثوبان عن عبدة بن أبي لبابة عن شقيق قال: رأيت عليا وعثمان توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: هكذا كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا أحمد بن يحيى الصوري قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا ابن ثوبان فذكر بإسناده مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا إسحاق بن يحيى عن معاوية بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن عفان أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ هكذا. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سبيع
عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. كل هذه الآثار التي أوردها الإمام الطحاوي رضي الله تعالى عنه تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ فيغسل كل عضو ثلاث مرات. قال: ففي هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، هذا واضح. وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ مرة مرة، يعني جاء في بعض الآثار أنه غسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة واحدة. حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة مرة. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: ألا أنبئكم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة مرة، أو قال توضأ مرة مرة. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة مرة. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله عن الحسن بن عمارة عن ابن أبي نجيح ثم ذكر بإسناده مثله. حدثنا محمد بن خزيمة وابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ورأيته غسل مرة مرة. فثبت بما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ مرة مرة، وثبت بذلك أن ما كان منه من وضوئه ثلاثا ثلاثا إنما هو لإصابة الفضل لا الفرض. هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام الطحاوي رضي الله تعالى عنه منها ما يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فغسل كل عضو من أعضاء الوضوء ثلاثا، ومنها ما يدل على أنه توضأ فغسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة مرة. ولم يذكر الإمام الطحاوي رضي الله تعالى عنه الآثار التي ورد فيها أنه توضأ مرتين مرتين كحديث عبد الله بن زيد عند الإمام البخاري وحديث أبي هريرة عند الترمذي والنسائي وغيرهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فغسل كل عضو مرتين مرتين. وجاء بعض الأحاديث أو الآثار الأخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعض الأعضاء مرتين. حديث عبد الله بن زيد عند الإمام أحمد قال: توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فغسل وجهه ثلاثا ثلاثا ثم غسل رجليه مرتين مرتين، فيه كذ، فيبقى خلط في وضوء واحد يغسل عضوا ثلاثا ثلاثا وعضوا مرتين مرتين. بعض الفقهاء قالوا يبقى حكاية ثلاثا ثلاثا دي هي الأصل، حكاية ثلاثا دي هي الايه الأصل، كويس. طب ويبقى مرة أو مرتين؟ أو لا، ما ينفعش لا مرة ولا مرتين، لأن جاء في الحديث: وهذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد على ذلك أو نقص فقد أساء وظلم. قالوا يبقى كده ما ينفعش، يبقى لو ترك الثلاثة يبقى أساء وإيه؟ يبقى أساء وظلم. لكن الذي يقرره الإمام الطحاوي في ذلك محاولة التوفيق بين الآثار التي جاء فيها ثلاثا ثلاثا والآثار التي جاء فيها مرة مرة والآثار التي جاء فيها مرتين مرتين، من أن المرة والمرتين هذا من باب الإيه؟ من باب السنة، وأن الثلاث من باب الفضل،
وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل في غالب أحيانه فيغسل، كان يتوضأ في غالب أحيانه فيغسل كل عضو ثلاثا ثلاثا، وكان يتوضأ في بعض الأحيان فيغسل العضو مرة والعضو إيه والعضو مرتين. وجابوا الحديث بتاع حكاية أساء وظلم ده لأنه فيه إشكالية كبيرة، قالوا أنه الإمام الحاكم رضي الله تعالى عنه لما روى هذا الحديث استشكل بعده وقال هذا يدل على أنه يعني ان ترك الثلاثة يبقى أساء وظلم، ومع أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وتوضأ مرتين يبقى كده فيه إشكال، يعني صح عنه أنه توضأ مرة مرة وأنه توضأ مرتين مرتين. فلما يجي في حديث الثلاث يقول هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي فمن نقص على ذلك فقد أساء وظلم، يبقى فيها إيه؟ يبقى فيها إشكالية. وأجاب عن هذا الإشكال في غاية المقصود شرح سنن أبي داود، قال إيه بقى؟ قال إن المقصود فقد أساء وظلم يعني أساء إن نقص عن مرة بأن ترك لمعة في العضو لم يغسلها، ترك جزء من العضو لم يغسله يبقى ما أتمش المرة، ساعتها يبقى أساء. وإن زاد على الثلاثة يبقى ظلم، لأن الظلم مجاوزة الإيه؟ مجاوزة الحد. قال يبقى كده خلاص حصل التوفيق بين المسألة دي والمسألة دي، إنه الإساءة متوجهة لمن نقص عن الإيه؟ لمن نقص عن المرة فلم يتمم غسل العضو، والظلم متوجه لمن زاد على الثلاثة فيبقى جاوز الحد وأسرف في الإيه؟ وأسرف في استعمال الماء. طيب الكلام ده جابه منين؟ جاب حديث رواه نعيم بن حماد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن نقص عن مرة فقد أساء وظلم وإن زاد عن ثلاث فقد أساء وظلم. قال يبقى ده كده الكلام ده قاطع في الإيه؟ قاطع في المسألة، ما فيهاش أي إشكالية، وعلى ذلك يبقى نقول أن المرة ده من باب الإيه؟ من باب السنة، وأن المرتين أفضل من المرة، وإن الثلاث مرات أتم وأكمل لأنها وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووضوء الأنبياء من قبله. قال باب فرض مسح الرأس في الوضوء، يعني باب عقده لبيان ما هو المفروض في مسح الرأس في الوضوء، لأن الآية بتاعة الرأس بيقولوا أنها مجملة مسحوا برؤوسكم مش كده؟ فأو طيب الحكاية برؤوسكم دي عايزين نعرف قد إيه برؤوسكم، هل الباء هنا للتبعيض فيبقى يعني ببعض رؤوسكم فيحتمل بقى الربع زي ما قال الحنفية ويحتمل كل ما يطلق عليه الرأس ولو البعض القليل زي ما قال الشافعية، ولا الباء تبقى زائدة فيبقى يحتمل إنه الرأس كلها زي ما قال المالكية. فقال يبقى نسترشد بقى بالآثار المروية من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر. باب فرض مسح الرأس في الوضوء. حدثنا يونس وعبد الغني بن أبي عقيل وأحمد بن عبد الرحمن قالوا أنبأنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخذ بيده في وضوئه للصلاة ماء فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيده إلى مؤخر الرأس ثم ردهما إلى مقدمه. قال مالك هذا أحسن ما سمعت في ذلك وأعمه في مسح الرأس. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ ماء يمسح به رأسه فمسح مقدم رأسه ثم ذهب إلى مؤخرة الرأس ثم رجع إلى مقدم رأسه كويس. فالإمام مالك يقول هذا أحسن ما سمعته في مسح الرأس، ده أفضل أثر جاءه في مسح الرأس، وأعمه لأنه دل على إيه؟ على مسألة الإقبال والإدبار وعموم الرأس بالإيه؟ وعموم الرأس بالمسح. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي وحفص بن غياث عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح مقدم رأسه حتى بلغ القذال اللي هو مؤخر الرأس من مقدم عنقه
فسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه حتى وصل إلى مؤخرة الإيه؟ إلى مؤخرة الرأس، بدأ يدل على أنه عم رأسه كلها بالمسح. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن ليث فذكر مثله بإسناده. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا أبو الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء عن أبي الأزهر عن معاوية أنه أراه وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه ثم مر بهما حتى بلغ القفا ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي منه بدأ. سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كان يعلمهم وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جاء عند مسح الرأس وضع كفيه على مقدم رأسه ومسح هكذا حتى بلغ القفا مؤخرة الرأس ثم رجع بهما مرة أخرى. فهذا أيضا يدل على أنه مسح أو استوعب الرأس كلها بالمسح. فذهب ذاهبون من الفقهاء إلى أن مسح الرأس كله واجب في وضوء الصلاة لا يجزئ ترك شيء منه، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، يعني بنوا حكمهم الفقهي على اعتماد هذه الآثار التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح بجميع رأسه، فقالوا إذن لا يجزئ في الوضوء إلا مسح جميع الرأس، واعتبروا مسح جميع الرأس فرضا في الوضوء لا يمكن أن يتنازل عنه، فمن مسح أقل يعني ترك لمعة من رأسه كبقية الأعضاء لا يصح إيه؟ لا يصح وضوءه. المسح مرة واحدة، لأن المطلوب المسح، والمسح مجرد إمرار اليد المبتلة على العضو المراد إيه؟ على العضو المراد مسح، وإلا لو تكرر المسح يبقى غسل، لو تكرر المسح يبقى غسل. فذهب ذاهبون إلى أن مسح الرأس كله واجب في وضوء الصلاة لا يجزئ ترك شيء منه، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الذي في آثاركم هذه إنما هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه كله في وضوئه للصلاة. يعني هذه الأحاديث كلها لا تدل على أن مسح الرأس فرض، يعني أن مسح جميع الرأس فرض أبدا، ما فيهاش أي دلالة على ذلك، ولا بتقول أن الذي لا يمسح رأس جميع رأسه لا يصح وضوءه، إنما كل ما تعبر عنه وما تدل عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما توضأ مسح جميع الرأس، ده غاية ما تدل عليه هذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الذي في آثاركم هذه إنما هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه كله في وضوئه للصلاة، فهكذا نأمر المتوضئ أن يفعل. احنا كمان نقول المتوضئ امسح الرأس كلها، فهكذا نأمر المتوضئ أن يفعل ذلك في وضوئه للصلاة ولا نوجب ذلك بكماله عليه فرضا. احنا نأمره أن يمسح رأسه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستوعب الرأس بالمسح، لكن هل هذا الاستيعاب على سبيل الفرضية ولا لا؟ هذا هو محل النزاع. يبقى احنا لا ننازع في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه كلها في الوضوء، لا ننازع فيه، لكن بنقول أنه لم يمسحها كلها على سبيل الفرضية، وليس في فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياه، يعني ليس في فعله صلى الله عليه وآله وسلم مسح جميع الرأس ما قد دل على أن ذلك كان منه لأنه فرض، فقد رأيناه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا لا أن ذلك فرض لا يجزئ أقل منه. احنا لسه قايلين دلوقتي في باب الثلاث أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، ومحدش قال أن غسل أو التثليث في الغسل فرض أبدا، التثليث في الغسل سنة، ولكن منه فرض ومنه فضل،
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الآثار الدالة على ما ذهبوا إليه في الفرض في مسح الرأس أنه على بعضه. قالوا في آثار جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل على أن مسح الرأس إنما يعني يفترض مسح بعضه وليس كله. من هذه الآثار ما قد حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ وعليه عمامة فمسح على عمامته ومسح بناصيته. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث عندما أراد أن يتوضأ كان عليه عمامة فمسح على مقدمة رأسه ثم مر بيده على العمامة، فهذا يدل على أنه لم يمسح جميع الرأس. حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنبأنا بن عون عن عامر عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه وابن عون عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة رفعه إليه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فتوضأ للصلاة فمسح على عمامته وقد ذكر الناصية بشيء. هذا أيضا في معنى ما قبله، لأنه مسح صلى الله عليه وآله وسلم على مقدمة رأسه ثم أكمل بالباقي على العمامة. ففي هذا الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح على بعض الرأس وهو الناصية، وظهور الناصية دليل على أن بقية الرأس حكمه حكم ما ظهر منه، لأنه لو كان الحكم قد ثبت بالمسح على العمامة لكان كالمسح على الخفين. أنا ما يجيش واحد يقول لك إن مسحه صلى الله عليه وآله وسلم على العمامة ينوب عن مسحه على بقية رأسه، ما ينفعش. ليه؟ قال لأنه لو كان المسح على العمامة معتمدا، يعني لو كان المسح مجرد المسح على العمامة ده يجزئ، لكان حكمه كالمسح على الخفين، ما كانش مسح الناصية، كان خلاص مسح على العمامة وخلاص. فكونه مسح على الناصية يدل على أن مجرد المسح على العمامة لا يجزئ عن مسح الرأس خلاص، لأنه لو كان الحكم قد ثبت بالمسح على العمامة لكان كالمسح على الخفين، فلم يكن إلا وقد غيبت الرجلان فيهما ولو كان بعض الرجلين باديا لما أجزاه أن يغسل ما ظهر منهما ويمسح على ما غاب منهما، فجعل حكم ما غاب منهما مضمنا بحكم ما بدا منهما، فلما وجب غسل الظاهر وجب غسل الباطن. هو نفس الكلام، لأن احنا قلنا إن لو بدا بعض الرجل في الخف ما ينفعش تمسح الداخل الجزء المستور تمسح على الخف وتغسل الظاهر أبدا، الباطن حكم حكم الظاهر. فكذلك المسألة لو ثبتت المسح على العمامة ما كانش ينفع يمسح جزء ويمسح الباقي على العمامة، لأن الكل حكم واحد. فكذلك الرأس لما وجب مسح ما ظهر منه ثبت أنه لا يجوز مسح ما بطن منه ليكون حكم كله حكما واحدا، كما كان حكم الرجلين إذا غيبت بعضها في الخفين حكما واحدا. فلما اكتفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأثر بمسح الناصية على مسح ما بقي من الرأس دل ذلك أن الفرض في مسح الرأس هو مقدار الناصية، وأن ما فعله فيما جاوز به الناصية فيما سوى ذلك من الآثار كان دليلا على الفضل. آثار اللي رووها في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح عموم رأسه كلها تدل على أن مسح بقية الرأس ده كان فضيلة إنما ما كانش فريضة، وأن ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاوز به الناصية فيما سوى ذلك من الآثار كان دليلا على الفضل لا على الوجوب، حتى تستوي هذه الآثار ولا تتضاد، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار. يبقى احنا عندنا
آثار تثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم مسح بجميع رأسه، وآثار تاني تثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم مسح بمقدار الناصية وأكمل بالباقي على العمامة. فيبقى ما تبقاش قدامنا غير الاعتراض اللي قلناه، انه يقول لك ان المسح على العمامه ناب مناب الايه، ناب مناب مسح بقيه الراس. قال ما ينفعش الكلام ده، قال لان لو كان المسح على العمامه يجزئ او كان يعتبر به كان يبقى في نفس الحكم بالمسح على الخفين، لكن المسح على الخفين مش كده، المسح على الخفين حكمه ما ظهر حكم ما بطن. فلو كان لو كان المسح على العمامة يجزئ كان اكتفى به صلى الله عليه وآله وسلم، خد بالك، أو ما يجزئش في هذه الحالة لأن جزء ظاهر كان مسح على بقية الرأس زي ما حصل في الخفين. الخف لما يبقى بعض الرجل ظاهر والبعض داخل الخف لا يجزئ مسح جزء وغسل الباقي، ما يحصلش، لأن خلاص ما دام جزء منه ظاهر يبقى يغسل الجميع، وإذا غيبت جميعها في الخف يبقى المسح يجزئ عن الجميع. فكذلك المسح على الايه، المسح على العمامة. قضية المسح على العمامة دي هنجلها بعد كده لأن فيها إشكالية. الحنفية لا يقولون بالمسح على العمامة أصل، كويس، الحنفية لا يقولون بالمسح على العمامة أصل، ويمكن ليها مدخل في هذا الباب. أولا الآية بتاعة الوضوء بتقول ايه، بتقول وامسحوا برؤوسكم، مش كده؟ قالوا خلاص الرأس ده اسم لعضو معروف، ولا الرأس دي مش معروفة؟ اسم لعضو معروف، يبقى ما فيهاش إشكالية. والمسح، المسح ده شيء مش معروف أو لا؟ ده شيء معروف طبعا، هو إمرار العضو المبتل أو اليد المبتلة على العضو المراد مسح، مش كده؟ خلاص يبقى المسألة واضحة، يبقى ما فيش إشكالية في معنى المسح ولا إشكالية في معنى الرأس، خلاص؟ يبقى ما ينفعش نلحق بالرأس شيئا آخر، ما ينفعش نلحق بالرأس شيئا آخر بحيث ان احنا نقول ان الرأس مثلا هنا مش معروفة، فاحنا عايزين نعرف يعني ايه الرأس، فيبقى يلتبس فيها الحقيقة بالمجاز فنلحق بها شيء، خدت بالك، لان احنا من قواعدنا اننا لا نزيد على نص الكتاب الا بالمتواتر او المشهور، مش كده؟ وما فيش حاجة، ما فيش نص يقول أن نلحق شيء بالرأس بهذا الشكل. العلامة الشوكاني في نيل الأوطار حب يدخل من هذه الناحية وقال أن المسح على العمامة ده صحيح جاء في بعض الآثار أنه كان مع الناصية، لكن هو عايز دخلها في الآية. قال طب ندخلها في الآية إزاي؟ قال أن العمامة تسمى رأسا مجازا، تسمى رأسا مجازا على سبيل المجاز. إزاي يا مولانا؟ قال ألا تراهم يقولون قبلت رأس الأمير وقد قبل العمامة. فيبقى كده ده إيه؟ يبقى العمامة تطلق على الرأس مجازا، ويبقى وامسحوا برؤوسكم تشمل المسح على الرأس وتشمل المسح على الإيه؟ على العمامة. وإنتوا يا معشر الفقهاء عملتوا الكلام ده، قلنا له ازاي يا مولانا؟ قال امر الله تعالى بان يمسح على الراس فمسحتم على الشعر. ربنا سبحانه وتعالى يمسح برؤوسكم، فانتم مسحتوش على الراس، ده انتم مسحتم على الشعر الذي على الراس. فكما ان الشعر يسمى راسا على سبيل المجاز، يبقى انتم كمان العمامه تسمى راسا على سبيل المجاز. قلنا له يا سيدنا الشيخ الكلام ده اللي حضرتك بتقوله مش مظبوط. أولاً لأن الفقهاء لم يجوزوا المسح على الشعر، ما حصلش، وإنما الفقهاء جوزوا المسح على رأس مكسو بالشعر بحكم العادة. المسح لم يكن على الشعر وإنما على رأس، هذا الرأس بحكم الخلقة والعادة مكسو بالشعر عادة، فالمسح هنا لم يكن على الإيه؟ لم يكن على الشعر. ثم إن الشعر لاتصاله بالرأس بحكم الخلقة والعادة لا يجوز أن يعني ينفصل عن الـ عن الـ عن الرأس، لا الرأس تبقى شيء والشعر يبقى شيء. قالوا الدليل على كده أن الإنسان إذا جلس على الزرع المغروس في الأرض لا يقال إنه جلس على الزرع،
وإنما يقال جلس على الأرض برضه. فالزرع لاتصاله بالأرض كاتصال الشعر بالرأس يطلق عليه إيه؟ يطلق على الجلوس عليه جلوس على الأرض. بخلاف لو أنه فرش بساطا مثلا غير متصل بالأرض لا يقال جلس على الأرض، وإنما يقال جلس على البساط. فالمتصل بالأرض أخذ نفس الحكم، وكذلك الشعر المتصل بالرأس أخذ نفس الحكم. والدليل على كده حاجة، مسائل عدة مذكورة في كتب الفقهاء، في الشرنبلالي مراقي الفلاح، مش احنا خدنا مسألة كده في الوضوء، لو أنه مسح على شعره المتدلي، واحد طول شعره كده فراح مسح على الايه على الشعر المتدلي ده، ولو كان مقدار الناصية لا يصح، لأنه لم يؤمر بالمسح على الشعر وإنما أمر بالمسح على الرأس. ونفس ومسألة بعدها على طول في المراقي بيقول لو أنه جمع شعره أو ذوائبه على رأسه فمسح عليها ولو بلغت مقدار الناصية لا يجوز، حتى لو جمعها على رأسه من فوق هكذا وبعدين مسح عليها ولو كانت مقدار الناصية لا تجوز، لأنها مش رأس. فالفقهاء لم يجوزوا المسح على الايه لم يجوزوا المسح على الشعر، وانما جوزوا المسح على راس مكسو بالشعر بحكم الخلقه والعاده. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان حته بقى ان العمامه تطلق على الراس مجازا ده كلام مش مظبوط خالص، لان المثل اللي ضربه ده يقول لك قبلت راس الامير وقد قبلت العمامه، والكلام ده ما ينفعش، والا يلزمه من ذلك ان يجوز المسح على القفاز ويجوز المسح على البرقع بتاع النساء، ولم يقل بذلك أحد من المسلمين. ألا تراهم يقولون قبلت يد الأمير وقد قبل القفاز، برضو هي هي، يبقى هي القفاز يطلق عليه يد مجازا ما حصلش، فتبالك. فيبقى المسألة دي مش إيه مش مضبوطة، وإن شاء الله قد نأتي إليها في المسح على الإمام. قال فلما اكتفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأثر بمسح الناصية على مسح ما بقي من الرأس، دل ذلك أن الفرض في مسح الرأس هو مقدار الناصية، وأن ما فعله فيما جاوز به الناصية فيما سوى ذلك من الآثار كان دليلا على الفضل لا على الوجوب، حتى تستوي هذه الآثار ولا تتضاد، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار. وأما من طريق النظر، هينظر في دبا من طريق القياس من طريق الفقه، فإن رأينا الوضوء يجب في أعضاء، فمنها ما حكمه أن يغسل ومنها ما حكمه أن يمسح. في أعضاء في الوضوء حكمها الغسل، وأعضاء حكمها المسح. فأما ما حكمه أن يغسل فالوجه واليدان والرجلان في قول من يوجب غسلهما، لأن هيجلنا بعد شوية فيه خلاف الحسن البصري والإمام الطبري بيقولوا بجواز مسح الرجلين، ومذهب الجعفرية فيما أعتقد الشيعة الجعفرية بيقولوا كده كمان مسح الرجلين. الإمام الطحاوي هيجي بعد شوية يعقد باب لهذه المسألة، عشان طبعا قراءة الجر امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، مش كده؟ فكل قد أجمع أن ما وجب غسله من ذلك فلا بد من غسله كله، ولا يجزئ غسل بعضه دون بعض. بيشوف بقى الحكم اهو في أعضاء، حكمها الغسل، الوجه واليدان والرجلان. طب بعدين ألف نظرنا في هذه الأعضاء التي حكمها الغسل، فوجدنا أن الجميع قد اتفقوا على أن هذه الأعضاء التي حكمها الغسل لا يجزئ غسل جزء منها وترك الآخر، لا بد من غسل الجميع، العضو كله يغسل. فكل قد أجمع أن ما وجب غسله من ذلك فلا بد من غسله كله، ولا يجزئ غسل بعضه دون بعض. وكل ما كان
وكل ما كان وجب مسحه من ذلك وهو الرأس. فقال قوم حكمه أن يمسح كله كما تغسل تلك الأعضاء كلها، وقال آخرون يمسح بعضه دون بعض. إنما اللي حكم المسح اللي هو كان إيه؟ كان الرأس. فوجدنا الفقهاء قد اختلفوا، بعضهم يقول يمسح كله حكم زي المغسول، وبعضهم يقول لا يمسح بعضه. فنظرنا في حكم المسح كيف هو، فرأينا حكم المسح على الخفين قد اختلف فيه، فقال قوم يمسح ظاهرهما دون باطنهما، وقال آخرون يمسح باطنهما دون ظاهرهما. فكل قد اتفق أن فرض المسح في ذلك هو على بعضهما دون مسح كلهما. يبقى نظرنا في الحكم الممسوح ده، قلنا طب نشوف الشرع فيما أمر بالمسح فيه، الممسوح عادة في الشرع يمسح كله ولا بعضه؟ قال فوجدنا في الوضوء عندنا المسح على الخفين تاني، فشوفنا المسح على الخفين ده. قال فصحيح الفقهاء اختلفوا، جماعة قالوا يمسح الباطن دون الظاهر، وجماعة قالوا يمسح الظاهر دون الباطن. ده طبعا في تحديد الفرض، وإلا فالاستحباب حتى في مذهبنا أن يمسح الظاهر والباطن، نص عليه في الإمام الكساني في البدائع، فخلاص ما فيش إشكالية، ده في الاستحباب دي حاجة تانية. لما هو بيتكلم هنا عن الإيه؟ عن الجزء الواجب، عن الجزء الفريضة. فكل قد اتفق أن فرض المسح في ذلك هو على بعضهما دون مسح كلهما، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم مسح الرأس هو على بعضه دون بعض، قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك. ممكن يجول في أذهان بعضنا قاعدة، بعض الناس هي مش قاعدة بس ولا حاجة، بس بعض الناس بيعملها للتشغيب، يقول لك مفيش حاجة اسمها قياس في العبادات. الإمام الطحاوي عمال شغال قياس قياس، يعني يقول لك قياس بقيس دي على دي، مسح على الخفين على مسح الرأس على مسح على الخفين. فبعض الناس يقول لك مفيش مسح، مفيش قياس في العبادات. لا، في قياس في العبادات، قياس في العبادات جاري في كل شيء، خلي بالك. يعني ده احنا عندنا قاعدة بتقول كل حكم أمكن تعليله فالقياس جار فيه، كل حكم أمكن تعليله فالقياس جار فيه، طالما الحكم له علة معروفة يبقى ساعتها نقيس عليه أي حاجة خالص. أمال جات منين حكاية لا قياس في العبادات دي؟ الكلام ده جه منين؟ ده التبس على بعض الناس قول بعض الأصوليين رضي الله تعالى عنهم لا قياس في التعبديات. تعرفين الأحكام منها ما هو تعبدي ومنها ما هو معقول، منها أشياء لا تعرف لها علة، فهذه علتها التعبد كده، يقول ربنا أمر بذلك خلاص تعبديا ننفذ ما نعرفش ليه. وفي عبادات لها جانب معقول، إمكانية التعليل موجودة، خدنا بالنا، يستطيع الفقهاء أن يكتشفوا العلة. طيب والقياس ما هو؟ القياس ده عبارة عن إيه؟ إلحاق مسكوت عنه بمنصوص عليه في الحكم بعلة جامعة، مش كده؟ يبقى من غير علة ينفع نلحق؟ مفيش. صدر الشريعة بيقول وركنه العلة، العلة ركن القياس، فيبقى من غير علة ما ينفعش إيه؟ ما ينفعش تعمل قياس. أو عشان كده السادة الأصوليين يقول لك إيه؟ يقول لك لا قياس في التعبديات، يعني لأن التعبديات مش معروف لها علة فما ينفعش يقاس فيها، خدت بالك؟ إنما فالتانيين فهموا حتى التعبديات عبادات ودخلوا كله في بعضه، فقال لك يبقى لا قياس في الإيه؟ لا قياس في العبادات، ويبقى كله كده ما ينفع أبدا، القياس في العبادات ماشي في كل حاجة، خدت بالك؟ يتوضأ بمنزلة الصوني ونظر وجوده إلى الصحيح.
أنا لا أفهم تاني معلش. يعني أي دليل لغسل الرجلين وأرجلك من الكعبين؟ يعني غسل الرجلين ومسابنا ومساب أهل السنة غسل الرجلين نعم، ولكن دليل إمام الطهاوي وإمام البصري على مسح الرجلين يعني أي دليل؟ لا لا، في آثار جاء فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح برجليه، وتلاقي حديث مشرع كده، حديث علي بن أبي طالب قال مسح رجليه ثم قال إن أناسا ينكرون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، خدت بالك؟ ففي آثار ابن جرير الطبري والحسن البصري وقفوا قدام هذه الآثار فقالوا خلاص يبقى يخير يمسح رجليه أو يغسلها. الإمام الطحاوي خرج من هذه المسألة في هذا الكتاب وقال إيه بقى؟ قال إن هذه الأحاديث كلها منسوخة، حديث المسح كلها منسوخ، خلاص انتهت المسألة. فالكل ده كان في 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 الأول، وبعدين في النهاية نسخ، وده كلام ابن حزم كذلك، خدت بالك؟ فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم مسح الرأس هو على بعضه دون بعض قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك، يعني في الخف. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله، وقد روي في ذلك عمن بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا ما يوافق ذلك. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان يمسح بمقدم رأسه إذا توضأ. فهذا ظاهر في أنه كان يمسح إيه؟ كان يمسح مقدم رأسه، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابي أعلم الناس بمواطن الإيه؟ بمواطن التشريع. خلاص، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.